من المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بطنجة. نحيي هذا اليوم الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جو وظروف تسودها تدهور وتراجع في شتى فروع حقوق الإنسان، بداية بالحقوق السياسية والحريات العامة، بحيث أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومجموعة من الجمعيات الحقوقية الجادة وبعض الهيئات السياسية التي تعتبرها الدولة هيئات معارضة تتعرض لتضييق ممنهج من طرف أجهزة الدولة، ولا سيما فيما يتعلق بتجديد مكاتب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على صعيد جميع التراب الوطني، بحيث أن جميع السلطات المحلية تمتنع من تسلم الملف القانوني لتجديد مكاتب الفروع ومكاتب فروع المحلية ومكاتب فروع الجهوية، ثم منع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبع لذلك من الدعم العمومي والدعم الذي تقدمه الجماعات الترابية بمعنى الجماعات الحضرية وحتى الجهات، ثم منع الجمعية من استغلال القاعات العمومية وحتى القاعات الخاصة، بحيث يتم الاتصال بأصحاب القاعات الخاصة من أجل منع الجمعية من تنظيم أنشطتها الحقوقية والإشاعية، وهذا تضييق ممنهج على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وغيرها من الجمعيات الجادة وبعض الهيئات السياسية، واللي كيشكل واحد التراجع خطير بالمقارنة مع باقي المكتسبات الحقوقية اللي تحققت في المغرب بعد دستور 2011. بالإضافة لهذا التضييق كاين الاعتقالات بالجملة في صفوف المشاركين في الحراكات الشعبية بحال الحراك ديال الريف، واعتقال الصحفيين أمثال حميد المهداوي الصحفي توفيق بو 20، وهي كلها محاكمات أولا انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، ثم هي محاكمة يشتم منها رائحة أنها محاكمات سياسية لأنها تستهدف المناضلين اللي هما يزعجون السلطة في تصريحاتهم ومقالاتهم الصحفية. ثم على المستوى الاقتصادي، الحكومة طبعا مادام أنها تستجيب لإملاءات مؤسسات المالية الدولية، كل ذلك يساهم في تضخيم الميزانية وتضخيم كتلة القروض وحرمان فئات اجتماعية من الاستفادة من نفقات ديال الاستثمار في المجال الاجتماعي. إذا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحيي هذا اليوم في ظل تدهور حقوقي ناتج عن تضييق ممنهج من طرف الدولة لا على الجمعية وعلى غيرها من الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية الجادة.